قصة. أستاذ شنو رأيك اليوم باللي دا يصير على السوشيال ميديا إنه أكو ناس تدعو للتطبيع مع إسرائيل لفتح العلاقات، يعني بعد خلاص فات زمن طويل على القضية هاي ولازم تنسد بعد. أنت كقاسم السلطان بعيدا عن كل شيء، شنو رأيك بهذا الموضوع؟ أنا مع حق اليهود بالعراق، اليهود العراقيين هذول اللي كان لهم فد بصمه كبيره بالفن العراقي، الفن العراقي البغدادي الاصيل، هذول كلهم يهود. انا مع حقهم انه هذا، بس مع الحركه الصهيونيه ويعني القضيه اللي دي يسووها ضد شعوبنا العربيه والمؤامرات، انا اكيد ضد هالموضوع. سمعنا هذا عن سياسيين عراقيين زاروا اسرائيل بالفتره الاخيره زيارات سريه لمحاوله الفتح العلاقات التجاريه بيننا وبين اسرائيل. تعرف انا بيا سنه توجهت لي دعوه انه اسوي حفله بداخل فلسطين. فلسطين لاسرائيل؟ فلسطين. انت من تفوت فلسطين طبعا تنكتم الجواز مالتك. فاحنا كنا قبل موجهين، كان بوقتها يعني جانا توجيه من الرئاسه انه انتوا لكم راح نفتح لكم تلفزيون الشباب، طبعا هاي كل الفنانين قاعدين، قال راح نفتح لكم تلفزيون الشباب، واكو توجيه انه انتوا كل الدول اللي تفوتوها حتى الدول اللي عندنا علاقات غير جيده، في وقتها كان سوريا وكانت الكويت، حتى هاي الدول تقدرون تفوتوا لها بس على شرط انه ما تغنون للانظمه، غنوا للشعوب، غنوا اغانيكم، غنوا اغانيكم التراثيه، غنوا وقتها توجيه من الرئاسه ومن يعني من الرئيس ومن من ابن الرئيس عدي اللي هو، فقال يعني انه لازم تغنون اغاني للشعوب مو للانظمه للحكومات، مسموح انه حتى تغنون بسوريا وبالكويت اللي هي تعتبر يعني كانت بوقتها مشاكل عدا اسرائيل. هذه لا تفوتوا لها لا بشعوب ولا تفوتوا لها بحكومات، اي واحد يفوت انقص راسه بالضبط. اسرائيل ممنوعه. وجتك دعوه اسرائيل؟ انا في وقتها يعني من كنت مشتهر اجتني دعوه ما اغني بداخل فلسطين، يعني خلينا نقول بالقدس او بحيفا او معروف المكانات. ف هاي بدايه 2003 بعد السقوط، بعد الاحداث، بعد الاحتلال. نعم. رفضت. ليش؟ ما اقدر. كفت من الكتم؟ لا يعني شنو، انا حتى انا صراحه من اشو يعني هسه انا قبل فتره كان اكو ولا صديقنا يقرا مقام فاضل، اسماعيل فاضل. اه طبعا اسماعيل فاضل يعني غني المقام ومن الاصوات الراقيه جدا، جنسيته استراليه. اسماعيل من المهتم بالفن، ما له علاقه باي شيء. فصدفه كان اشوف انه يغني اسرائيل، قاعد وزير الدفاع الاسرائيلي وقاعدين، طلع وزير الدفاع الاسرائيلي يهودي عراقي. تعرف؟ لا ما متعمقوا يعني وقاعدين جالي جد كبير يعني كبيره، فمن كان يغني كان اكو تلاحم اكو فد موضوع. بيني وبين نفسي اني قلت لك مع حق اليهود اللي يرجعون لبيوتهم. اليوم لا ما اروح. ما تروح؟ قابلت ناس يهود عراقيين بحفلاتك خارج طبعاً البلد؟ طبعا طبعا هواي يعني هواي شفت. شو يقولوا لك؟ يجون اكو مطرب قلت لك، واحد المطربين يعني هو هذا اللي ما يعني ما اعرف اسمه ولا اتذكره، هذا بامريكا شفته، فقال لي احنا لازم نسوي اغنيه سوا ولازم اسرائيلي يهودي عراقي تختلف. اوكي انت ضد كلمه اسرائيل؟ ما اعرف اني يعني انا حتى بهاي التفاصيل ما اريد افوت، لان انا رجال فنان يعني مبتعد، بس الفكر اللي بنينا عليه انه هذول يعني اذوا الفلسطينيين واذوا يعني سبب اللي دا يصير ببلداننا كله. صحيح. فشنو اني اجي انا قاسم سلطان اقعد اغني؟ لا ما يعني على الاقل ما تكون انت الاول اللي يصير بالصوره الا ولا لا لا ضد الموضوع، انا ضد يعني
ضد هذا يعني التوجه. هذا التوجه انا ضده يعني ما رافضه بصراحه، رافض كلمه اسرائيل. طيب انا ذاك اليوم كانت اكو عندي حفله لقاء بالام بي سي، طبعا راسا نشر الفيديو بطريقه غريبه عجيبه، فانا كنت حاط بالقاط اساسا اكو بيه هنا مثل فد فشي، فقلت هاش قد حلوه بس خل اتاكد من عندها اني والله العظيم ورحمه ابويا، فقلت خل اتاكد من عندها، فجبت شو يسمونه على هذا دباوع، هي نجمه مال هي نجمه مال ثلج بس تصير بها ست اضلاع. انا بذاتي وبداخلي قلت ما خلي نفسي بهذا الموقف هذا، شلتها وذبيتها فسويت الفيديو، بعدين شفت نفسي قلت انا ليش خليت نفسي بهالموقف هذا اساسا، سويت الحركه ها على الهواء سويت الموضوع. لا 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 انا صورت